مباشرة من بيروت عبر سكايب ينضم إلينا توني بولوس مراسل أورينت نيوز. توني أهلا بك معنا. إذا نتائج تشديد العقوبات الأمريكية على إيران بدأت تظهر على حزب الله من خلال تقليص نفقاته وتسريح عناصر له في سوريا وإجراءات أخرى، ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم، يعني في الواقع نور، كثير من المحللين والقراءات الاستخباراتية تؤكد أن ميليشيا حزب الله تعاني من أعنف موجة اقتصادية عانتها منذ نشأتها حتى اليوم. فالعقوبات الأمريكية كان لها وقع كبير جدا، يعني في هذه العقوبات وهي جزئين، أولها قانون كاساندرا الذي يكافح تبييض أموال ميليشيا حزب الله في أكثر منطقة في العالم، ولا سيما تلك المصادرها من مصادر المخدرات في جنوب أفريقيا وفي منطقة أو أمريكا الجنوبية أيضا. هذا من ناحية، يعني سبب أضرارا اقتصادية فادحة على ميليشيا حزب الله، إضافة إلى العقوبات الجارية على إيران. فإيران هي الممول الرئيسي لهذه الميليشيا التي ترعاها وتؤمن لها كافة المصاريف المالية، والتي تقارب حسب الكثير من المحللين المليار دولار سنويا. بدأت تخف بشكل كبير جدا، وهذا ما أثر تلقائيا على مؤسسات هذه الميليشيا وعلى عناصرها المتواجدين في سوريا، والذين حسب أيضا بعض المصادر الاستخباراتية بدأت عملية انسحاب تكتيكية من الكثير من الجبهات ومن المواقع التي كانت موجودة فيها، مع الاحتفاظ على أجزاء كبيرة منها. وكل هذه الانسحابات طبعا تتم بالتنسيق مع إيران، كون هذه الميليشيا تأتمر مباشرة بأوامر الحرس الثوري الإيراني.